مرحبا مشاهدينا مشاهدي بيت العيلة الكرام في ثالث الفقرات والحديث فيها عن المشروعات العملاقة في مجال الطاقة. واعتقد انه ان الاوان انه يبقى عندنا مشروعات كبيرة الحجم ويبقى عندنا مناخ استثماري جاذب، يعني على حد قول الرئيس النهاردة انه يبقى فيه متطلبات في الاخر لما يجي المستثمر ويلاقيها يبقى عارف ان البلد دي جاذبة للاستثمار، فيها قوانين، فيها تسهيلات، يعني فيها اشياء تجعل المستثمرين يلهثوا ان هم يستثمروا في مصر. معانا ضيف مميز للغايه بنسعد دايما بوجوده معانا في بيت العيله لما له من خبره وثقل في هذا المجال. خلينا نرحب بيه ونفتح معاه هذا الموضوع. خلينا نرحب بدكتور محمد سعد رئيس جمعيه مستثمري الغاز وعضو مجلس اداره اتحاد الصناعات المصريه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا زبون. سعداء ونسعد دايما بوجودك معانا في بيت العيله. انا كمان سعيد بيك والله. دكتور محمد، الحقيقه المشروعات العملاقه اعتقد انها يعني في مصر دلوقتي ممكن يبنى عليها الاقتصاد. طبعا. بخبرة حضرتك الطويلة في هذا المجال، مشروعات الطاقة قد تكون واحدة من هذه المشروعات. خلينا نتكلم عنها وننتقل لباقي المشروعات الأخرى اللي ممكن نبتدي نعمل من خلالها طفرة اقتصادية في مصر. طبعا أنا بشكرك على أنك أنت اتكلمت على أمل الرئيس في أن احنا نكون دولة جاذبة للاستثمار. وأن احنا ناخد مشروعات كبيرة لاقتصاد مصر. وخلينا نروح لحاجة بسيطة جدا اللي هو آخر مشروع اتعمل اللي أعلن عنه شركة إيني اللي هو حقل شروق اللي هو خاص بإنتاج الغاز في مصر. أنا عاوز أرجع معاك لحاجة. طب. إحنا الحقل الشروق ده موجود في مصر. وكان المفروض يكتشف مثلا من 40-50 سنة. بالظبط. طيب نسأل أسئلة السؤال، ليه الحقل ده ما حدش كشفه دلوقتي؟ لان اللي الرئيس بينادي بيه ايه؟ احنا كنا زمان بنتعامل مع المستثمر بعقليه الموظف. عقليه الموظف اللي هو يقول لك والله انا ماليش علاقه، انا عاوز احمي نفسي، مش عايز اقف غلط، وعايز دايما اكون انا اللي فايز عشان لما حد يكلمني اقول له ده انا عملت كذا 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 وجبت كذا كذا كذا. في النهايه ايه اللي بيحصل؟ المستثمر بيهرب والشركات الضخمه ما بتشتغلش معانا. في حين ان احنا لو شفنا ان لازم يبقى المعادله وين اند وين، هو يكسب وانا اكسب. ما ينفعش ان انا اتعامل بعقليه الموظف اللي هو بيحمي نفسه وخلاص، وان هو ما عندوش فيجن وما عندوش رؤيه. اصل يا دكتور ما بتبقاش وين اند وين، بتبقى وين ليهم ولوز لينا. بالعكس. يعني هم اللي بيكسبوا. بالعكس. هي دي اعتقاداتك الخاصه بالمستثمرين. نظرة المستثمر جاي يكسب والبلد في النهايه بتخسر. لا، شيء طبيعي ان المستثمر يكسب طبعا وانا اكسب. طب هقول لك اللي حصل ايه؟ هم زمان كانوا بيعملوا اتفاقات البترول بانه يديله 20% يغطي بيها مصاريفه، وال 80% الفضله يقسمها بينه وبينه 15 له و 85 لمصر. طبعا ده كان يجوز في الحاجات اللي هي اونشور اللي هي ما هياش اوفشور اللي هي ما هياش في البحر. البحر ده عميق وياخد مصاريف كتير، وبالتالي ما حدش كان بيقبل ان هو يستثمر، حتى اللي كان بيشتغل سابه ومشي. لما جه الرئيس السيسي يا دكتور مختلفة؟ طبعا. لما جه الرئيس السيسي والمهندس شريف اسماعيل غيروا في طريقه التعامل، ادوا لهم 40% تغطي المصاريف و60% قسموهم 35 له و65 للراجل. فبقى عنده تحفيز ان هو بقى عنده الحافز انه يشتغل. طبعا. لانه لو اشتغل هيطلع. اكيد. وبالتالي اشتغل فعلا وصرف، فالحقل طلع اكبر انتاج واكبر حاجه بتشتغل بيها. طيب نسال نفسنا بقى ايه اللي حصل؟ التغيير في اسلوب التعامل. طب يا دكتور حضرتك بتتكلم ده قد يكون بشكل فردي، ليه ما بنتعاملش بشكل قانون؟ في النهايه يبقى القانون كله جاذب لكل المجالات. يعني هو يا فندم انت عندك كومبيتيشن. بمعنى ايه؟ يعني الشركات قدامها الاماكن زي الخليج والسعوديه واسرائيل وقبرص وليبيا وكل مكان وفي كل حته. اكيد. فدول بيدوا مميزات للشركات، الشركات اشتغلت عندهم. لذلك احنا قفلنا على نفسنا من بدري قوي. من 50 سنه واحنا قلنا ان احنا اللي هنعمل احنا ونشتغل احنا، دول مستعمرين ودول كده. ده اسلوب خاطئ. احنا النهارده بندرك الغلط اللي احنا وقعنا فيه، لان الدول الثانيه سبقتنا كلها وعملت مشاريع ضخمه، والنهارده شوفوا هم فين المسافه بينه وبينهم ايه. بالظبط. احنا وقفنا مكاننا، تاخرنا. النهارده لسه بادئين. يعني في عصر الرئيس السيسي الامور اتغيرت والنظره اتغيرت وبقى في مجال اوسع ان الناس تتغير وتستقبل. يعني هو لسه كان بيتكلم من الخطاب اللي قبل اللي فات ده وقال لهم اللي مش هيقدر يمضي يجي له وانا امضي له انا. بالظبط.
معنى ذلك ايه؟ ان هو مدرك ان البيروقراطيه مؤخرانا، فهو عاوز ينطلق بالبلد، فلازم احنا كمان ننطلق معاه. لازم ندي انه امان للمستثمر، دخل ثقه للمسؤولين. تبقى ازاي يعني؟ اصله برضو يا دكتور يعني الكل بيخشى انه في ظل قوانين متغيره وفي ظل وزارات متغيره يلاقي نفسه الصبح عنده قضيه او في السجن. انت عندك حق وهم عندهم حق، بس في حاجه غايبه علينا شويه. ايه هي؟ احنا عشان المناخ بتاعنا لازم نقول والله احنا عندنا رؤيه اللي هي احنا عاطين استراتيجيه عمل بتاعتنا خلال 15 سنه الجايه، عايزين نحقق الاهداف 1 2 3 4. لازم الرؤيه ديت تمثل من الطبقه اللي فوق، من رئيس الوزراء والوزراء وكل الهيئات وكل الموظفين لغايه اخر موظف. اقل موظف صغير يبقى معروف دوره ايه، دوره ايه في تنفيذ الاستراتيجيه دي، عشان يبقى في تواكب من الناس اللي هتنفذ والناس اللي حاطه رؤيه. طب يا دكتور، ما انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ما انا عاوز اقف عند النقطه اللي قد تكون مربط الفرس، انه اللي بيحطوا الخطه والاستراتيجيه قاعدين في مكاتب وقاعدين في ابراج عاجيه، عند التنفيذ بيبقى في مشكله. حضراتكم ليه؟ حضراتكم انتوا اللي ايديكم في المايه زي ما بيقولوا، اللي عارفين هذا. هقول لك ليه بس؟ لان ما فيش نقل لهذه الاستراتيجيه وتوضيح لكل فرد من الكبير زي ما قلت لك للصغير دوره ايه؟ واعمل له متابعه، يعني دوره ايه واتابعه، اتابعه بان انا احط له تارجت بينفذه، وانا كل ربع سنه بساله انت وصلت لفين؟ انت وصلت ل 25% فعلا من اللي قلت لك عليه، يبقى انت ماشي كويس. زدت يبقى ممتاز، هتترقى وتاخد اكتر. ما نفذتش اقل يبقى انت هتاخد اقل، واعمل حسابك ان هتسيب مكانك لغيرك ويخش مكانه. ده السياسه لازم تتحط. وفي نفس الوقت اللي انت قلته بقى، انا لازم احمي الموظف ده، اشيل بقى تنقية لكل القوانين اللي موجودة. انقحها كلها، اللي هي كل حتة فيها 50 قرار و50 قانون مبني من 50 سنة فاتت. ما ينفعش، لازم نعمل تنقية للقوانين دي كلها ونحط له قدام منه القوانين السلسة وما فيهاش اكتر من كده. هو في خلال ديت يمضي وهو مطمن بالظبط ومحمي، واعمل له امان واديله السلطة اللي تنفذ له كده واحميه. لو انا عملت معاه كده واديته بقى ان انا احاسبه بالاهداف، يعني بالتنفيذ، بمعنى ان انا ما حاسبوش على اخطائه بس، انا حاسبه على انجازاته، على انجازاته طبعا. بحيث ان انا الناس كلها ترتقي وتطلع كلها مع بعض هنا. يبقى انت هتنفذ سياسه الرئيس اللي حطها والسياسه الموجوده الصح. يبقى كده انا قادر ان انا ارفع مستوى الناس. طيب احنا ندور بقى، احنا عندنا مشكله النهارده اللي بتواجه الرئيس في شغله، اللي هي عجز الموازنه. طب عجز الموازنه ده نابع من ايه؟ ان انا عندي مصاريف اكتر وايرادات اقل. بالظبط. طب احنا لازم نزود ايراداتنا ونقلل مصاريفنا. قلنا نقلل مصاريفنا بان احنا هنشوف الدعم بتاعنا اللي قلنا فيه قبل كده كذا مقاله، ان احنا ندي الدعم للشخص مش للسلعه. بمعنى ان انا ما اديش السلعه، لان السلعه الناس اللي بتستخدمها اغنياء وبيهربوها، وناس تانية ما هياش مواطنين مصريين بيستخدموها. يعني انت ازاي تدعم السفارات والناس الاجانب اللي في مصر، تدعم الفنادق مش ممكن ابدا. الناس بتاخد كميه كبيره كده من الدعم، فيبقى لازم نحدد الدعم بتاعنا نوجهه للناس اللي هم بالرقم القومي، المواطن يعني المصر. دعم نقدي بصوره مباشره بالمواطن القومي. ما انا هدفع، انا دافع الدعم دافع، الحكومه دافعه. طيب لو انا قلت كده رقم القومي المصري، يبقى انا شلت كل الاجانب اللي في مصر، شلت كل المصانع والشركات، كل شلت التهريب. ده ممكن يقلل الدعم بنسبه قد ايه؟ 50% على الاقل. خبطه واحده كده يبقى انت قللته 100 مليار. دي خبطه واحده. الخبطه الثانيه بقى ان احنا نبقى ساعتها نقول المواطن المصري ده انا ابدل لكله غني وفقير. بعد كده المرحله الثانيه بقى نبص، والله الراجل الغني ما يخشش في الدعم. ومش هنفرض عليه حاجه، هو بنفسه هنقول له والله احنا بس هنحط لك في البطاقه بتاعتك كده خط احمر. اي واحد بياخد الدعم، طالما انت طلبت دعم خد خط احمر في البطاقه. مفيش حد هياخد هيقبل ان هو خط احمر حط في بطاقته، الناس الاغنياء بالذات. وبالتالي يبقى انا ضمنت ان هو من نفسه ما هواش هيطلب الدعم. خلينا نقف عند النقطه دي دكتور، خلينا بس نكمل بقى الايرادات. ما كملناش احنا، لان المصروفات خفضناها. الايرادات نجيبها ازاي؟ نزودها ازاي؟ نزودها بان انا اعتمد حاجه اسمها فاتوره. الفاتوره ديت تبقى